إيمان عوف عضو نقابة الصحفيين. مضربين من النهاردة من الساعة 12، ومطالبنا إلغاء قانون التظاهر واستبداله بقانون تاني يكون حواليه حوار مجتمعي يضمن حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والإفراج عن كافة المعتقلين وإطلاق حرية الرأي والتعبير للصحفيين ومنع كافة الانتهاكات اللي بتعرض لها الصحفيين المصريين خلال الفترة الماضية واللي وصلت لقتل 12 صحفي خلال من 30 يونيو لغاية النهاردة، كان آخرهم الشهيدة ميادة أشرف، وتحرك مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الصحفيين لحماية الصحفيين طول الفترة دي. طول الوقت يعني دي مش المرة الأولى اللي أضرب فيها عن الطعام، أضربنا عن الطعام مرات قبل كده وكان بيبقى فيه تجاهل في البداية، ولكن قوة المضربين وإصرارهم على تنفيذ مطالبهم في الآخر بتحقق المطلب. مفيش جهات معنية يعني من ساعة حكم عبد الفتاح السيسي لمصر من 30 يونيو لغايه دلوقتي بنشهد حاله من العدائيه الشديده لحريه الراي والتعبير واعتقالات بالعشرات والمئات للصحفيين وغيرهم، اجراءات نيابه مش حياديه، تقاضي في ازمات ضخمه جدا وفي تاجيل للقضايا وفي عدد كبير جدا من المعتقلين مرميين في السجون بدون ما يخضعوا للمحاكمات. مين يخضع؟ مين يتكلم في دوت غير الناس والراي العام المصري والجمعيه العموميه لنقابه الصحفيين اللي هي المعنيه بحريه الراي والتعبير رقم واحد في مصر.